كما نعى النائب العام السيد رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الذي وافته المنية صباح اليوم، وأكد أن الفقيد كان رمزا من رموز الوطن وشيخا من شيوخ المحاماة المتميزين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. كان رجائي عطية قد توفي اليوم عن عمر ناهز 84 عاما، حيث يعد من أبرز رجال القانون في مصر والوطن العربي. للمزيد